الطفل إذا أفسد شيء في البيت مباشرة يبكي، وين يروح؟ يبحث عن أمه في كل مكان فيحتضنها وتحتضنه وتشفق عليه وتفزع، ما بك يا طفلي. في غالب الأحيان هذا فعل الأطفال، وتسأله ما بك يا طفلي الصغير، فيعترف لها بما وقع منه من خطأ وزلل أو نسيان. فما هو شعور الأم في هذه الحالة؟ هل تطرده؟ هل تدفعه؟ لا، قلب الأم الرحيم الحنون وطفلها الباكي العائد إليها المعترف بالخطأ يزيد منها الاحتضان ويزيد منها الإشفاق، بل وتعزيه بما فعل وتطمئنه وتحتضنه أكثر وأكثر فيطمئن هو أكثر وأكثر. سبحان الله العظيم. فنقول يا أحبة، والنداء والله لنا جميعا، كلما وقع منا الخطأ والزلل والنسيان، ولكل عاصي ولكل معرض وكل من أغفلته دنيا، متى تعود إلى الرحمن الرحيم جل في علاه الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا، ونستجيب لداعي الله. متى نعود لله سبحانه وتعالى وننطرح بين يديه ونجعل في قلوبنا من اليقين التام والعظيم أنه أرحم بنا من أمهاتنا؟ متى نعود إليه سبحانه وتعالى؟ متى تلين القلوب؟ ومتى نرجع؟ وهل يلحقك شك يا عبد الله أنك ستطرد من رب غفور رحيم؟ فلنسارع ولنسابق لنفوز بما عند الله عز وجل، والآن بلا تردد فانطرح بين يديه باكيا ساجدا معترفا منيبا تائبا مقبلا عازما على عدم الرجوع لما كنت عليه من تقصير وغفلة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم تائبين.